بحضراتكم أعزائي مشاهدي بوابة الهلال اليوم. النهاردة أولى حلقات برنامج الروب الأسود مع أدهم العبودي. هنتكلم النهاردة عن وقائع بتحصل في العموم. نتكلم عن فكرة الروب الأسود أساسا. أنا محامي لي 20 سنة شغال محامي، مريت بوقائع وقضايا وحكايات كتير. كنت أتمنى أكون دليل للناس في معرفة الخطوات اللي ممكن تكون متخذة في السير في بعض القضايا. احنا النهاردة مش هنتكلم عن القانون اللي هو القانون اللي موجود في الكتب، هنتكلم عن القانون بتاعنا، أو بمعنى أدق تعاطينا مع القانون اللي موجود في الكتب. لو مثلا حد محتار يعمل ايه كإجراء معين في قضية من القضايا، البرنامج بتاعنا ممكن يكون هو المرشد بتاعه. لو حد عنده تصورات معينة عن التقاضي، تصورات معينة عن تحرير المحاضر، ممكن يكون البرنامج بتاعنا هو المرشد بتاعه. فباختصار برنامج الروب الأسود هو برنامج مهتم أكتر بفكرة إيصال الأفكار الكبيرة عن القانون وعن القضايا بشكل مبسط للناس. فالنهاردة أول قضية هنتكلم فيها هي قضية سرقة الموبايل. أنت كمواطن ماشي في الشارع، تم سرقة الموبايل بتاعك بشكل ما، سرق في مواصلة، ضاع منك، فقد منك، إيه ممكن الخطوات اللي تتخذ لاستعادة الموبايل بتاعك؟ طبعا احنا نتكلم في سرقة الموبايل، يعني انت بالصدفة حصل معك في موقف ما بشكل ما اتسرق الموبايل بتاعك. اول حاجة بتعملها لازم يكون معك حاجة اسمها السيريال نمبر بتاع الموبايل، العلبة بتاعت الموبايل في حاجة اسمها السيريال نمبر. بتطلع على قسم الشرطة الاقرب لمكانك او الاقرب للواقعة، يعني لو انت الواقعة حصلت في اي مكان، انت في كل الاماكن في مصر في اقسام شرطة تابع ليها جغرافيا الاماكن المعينة اللي انت بتكون فيها. يعني انت في عين شمس في قسم شرطة تابع، في الجيزة في اقسام شرطة تابعة جغرافيا، فانت موجود في دائرة كذا وتم سرقة الموبايل بتاعك، بتطلع على اقرب قسم شرطة، اقرب مركز شرطة، بتعمل محضر سرقة موبايل، الفاعل مجهول. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ المحضر بياخد رقم اداري وبيتم تصديره للنيابة العامة. فانت حضرتك لازم تكون مرافق للمحضر بتاعك انت ورايح النيابة العامة، فتروح مع المحضر النيابة العامة وتتسأل امام النيابة عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحصلت ازاي وتم سرقة الموبايل ازاي وفي اي وقت وفين وكنت مع مين، وكل التفاصيل الخاصة بالواقعة بتاعتك بتحكيها في المحضر أمام النيابة العامة. بعد ما بتعمل المحضر في قسم الشرطة، بتطلع بعد كده على النيابة العامة بتتسأل. النيابة العامة بتأشر تأشيرة التحريات، بتطلب تحريات مباحث الاتصالات بالسيريال نمبر اللي حضرتك بترفقه في المحضر، وبتطلب التتبع الجهاز الهاتف او الموبايل بتاعك. التتبع ده هو اللي بيستعيد لك الموبايل. التتبع ده اجراء نيابي بتخطر بيه المباحث، مباحث الاتصالات، بانها بتتبع الموبايل اللي هو السيريال نمبر بتاعه ده. وانا شخصيا حضرت في واقعه مماثله، كان احد الموكلين بتوعي تم سرقه الموبايل بتاعه في مواصله ما، وموبايل يعني ثمنه غالي شوية، طلعنا على قسم الشرطة، عملنا المحضر بتاعنا، خد رقم إداري، طلعنا على النيابة، اتسأل الموكل بتاعي، حط كل البيانات بتاعته وبتاعت الموبايل بالسيريال نمبر بشكله بالتفاصيل بتاعته، والنيابة أشرت على التحريات وتتبع. التتبع حصل من المباحث، مباحث اتصالات، وبعد سنة بالضبط استعدنا الموبايل. يعني هو الموضوع ياخد ممكن وقت أطول شوية من المتصور، بس أكيد هتستعيد الموبايل بتاعك. المباحث الاتصالات والإنترنت ليهم طرق معينة وليهم تعامل معين في القضايا دي، طبعا احنا بعيد عنه تماما،
انما هم بيشرفوا على القضايا دي. ومعظم القضايا اللي من النوع ده سواء سرقة الهواتف المحمولة او ضيعها او فقدها بيتم انهائها بان بيتم استعادة الموبايل او الهاتف. ولو تم سرقته فبيجي متهم في الموضوع. لو انت عملت محضر سرقة فبيجي متهم في الموضوع في النهاية. وقد يكون المتهم ده بريء، يعني هو قد يكون اشترى الموبايل ده من حد معين، بس في النهاية اللي معاه الموبايل الشخص اللي بيتم تحديد مكانه بالموبايل هو اللي بيكون متهم في النهاية. فبيجي بتستدعي النيابة وبيتم التحقيق معه برضو في فكرة ازاي وصل له الموبايل وازاي الموبايل ده اصبح في حوزته بعد سنة بعد 6 شهور بعد 7 شهور. فلو حضرتك مثلا اشتريت موبايل مستعمل، كلنا بنشتري موبايلات مستعملة، بنروح لمحل الموبايلات وعايزين موبايل مستعمل يكون بسعر معين، فانت ممكن تفاجئ ان بقى بعد فترة النيابة بتستدعيك وحضرتك الموبايل ده مسروق. طب انت ممكن تعمل ايه عشان تأمن نفسك؟ ببساطة شديدة فاتورة. انت بتروح لمحل الموبايلات، انت اشتريت موبايل صفته كذا وشكله كذا ونوعه والموديل بتاعه كذا، فاتورة. انا في فاتورة بتاريخ النهاردة اشتريت الموبايل ده والفاتورة مختومة من محل الموبايلات اللي انت حضرتك اشتريت منه الموبايل. فلو بشكل ما تم استدعائك انت كمتهم في قضية سرقة هاتف، بتقدم الفاتورة دي للنيابة العامة وبيتم خلاص صرفك من النيابة وخلاص، يعني بيتم استدعاء صاحب محل الموبايلات وبيتم تتبع الموبايل من الأصل من المنبع. هو انت صاحب محل الموبايلات، انت اشتريت الموبايل ده بفاتورة ولا اشتريته واحد معدي ادولك؟ ففي النهاية المواضيع بتخلص بالشكل ده قانونا، بس في النهاية انت بتستعيد موبايلك بالإجراءات دي. وأتمنى ان الناس كلها تبقى فاهمة ان في حالة ضياع او فقد او سرقة اي شيء، مش لازم الهاتف المحمول، مش اطلع على المباحث في اي قسم شرطة وهي قادرة على تحرير المحاضر دي، وهي بتصدر المحاضر دي للنيابة العامة، والنيابة العامة بتاخد كافة الإجراءات القانونية المتاحة لها بتأشيرات معينة وبتخاطب الجهات المسؤولة وبتطلب تحريات وبتشتغل في القضايا دي. فأتمنى الناس تكون مستوعبة فكرة التوجه إلى أقسام الشرطة. قسم الشرطة في النهاية هو المكان اللي بيتم فيه تحرير أي محضر في الدنيا، وده بخصوص سرقة الموبايل. وإحنا الحلقة الأولى النهاردة عن سرقة الموبايل، والحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى هتكون عن بعض القضايا اللي أنا عشتها وعصرتها في المحاكم وكلها تهم الناس. ولو حابين الناس إن إحنا نتكلم في بالقانون وبقوانين من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين اللي موجودة واللي إحنا درسينها، أتمنى إن الناس تتواصل معنا ونشوف المتاح والممكن بالنسبة للمشاهدين. وأتمنى تتابعوا القناة بوابة الهلال اليوم، وكان معكم أدهم العبودي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. شكرا.